هذه النشرة نتطرق أيضا إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية. قال وزير الداخلية المغربي عبد الوفي لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، قال إن البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017 استند على عدة مخططات مجالية خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة 50 مليار درهم إلى غاية سنة 2023. فيما يخص قطاع الصحة فتعتمد هذه المنظومة على أربع مؤشرات. المؤشر الأول لقياس الولوج الجغرافي للمؤسسات الصحية الأولية، والثاني لقياس التغطية الصحية، أما المؤشرين الآخرين فهما لقياس جودة البنيات التحتية وجودة التجهيزات الصحية. فيما يتعلق بالتزويد الماء الصالح للشرب فتعتمد هذه المنظومة على خمس مؤشرات. المؤشر الأول لقياس الضبط منظومة قنوات الماء الصالح للشرب بواسطة الضبط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، والمؤشر الثاني بواسطة النافورات السقايات العمومية. أما المؤشر الثالث فهو لقياس درجة ولوج الأسر للماء الصالح للشرب، كما تعتمد هذه المنظومة أيضا على مؤشرين لقياس اختلالات وظيفية والاضطرابات الناتجة عن سوء تدفق مياه الشرب عبر الأنابيب، واحد لقياس هذه الاضطرابات على مستوى الضبط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب، والثاني لقياس اضطرابات على مستوى النافورات السقايات العمومية. أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء القروية فتعتمد هذه المنظومة على مؤشرات لقياس الضبط بشبكة الكهرباء، والثانية لقياس جودة ولوج الساكنة إلى خدمات شبكة الضبط بالكهرباء، إضافة إلى المؤشر الذي يقيس اختلالات وظيفية للشبكة والاضطرابات التي تسبب في القطاع الكهرباء. وعلى صعيد آخر تم إنشاء قاعدة رقمية تضم أكثر من 33 ألف دوار و 14 ألف دوار فرعي لإجراء مسح شامل لكل أماكن الحياة على مستوى مختلف جماعات محلية بالمغرب، حيث تمت رقمنة ما يقارب 520 ألف كيلومتر من الطرق، وتم تحديد أكثر من 22 ألف مدرسة وأكثر من 2000 مؤسسة صحية بإضافة إلى الخدمات المرتبطة بها. وتم اعتماد هذه المنظومة من طرف اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية من أجل إعداد مخططات العمل الجهوية لسنتي 2020 و2021، كما يتم اعتمادها أيضا لإعداد مشاريع مخططات العمل لسنة 2022، وذلك بمواكبة من طرف وزارة الداخلية ومساعدة تقنية من طرف مكاتب دراسات. كما أضاف وزير الداخلية المغربي عبد الوفي لفتيت أن برنامج تقليص الفوارق المجالية منذ انطلاقه في 2017 مكن بشكل أفضل من تحديد حاجيات المواطنين. لنتابع. إن هذه المنظومة التي أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد بشكل أفضل لحاجيات المواطنين، مع تحسين وتجويد الآليات لتحقيق الأهداف المعلنة بالتواريخ والآجال محددة لها مسبقا، وبالتالي التوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج في أفق 2023. فمن خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2021، وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط الجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف هذا البرنامج. وفي إطار آخر وتطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020، تم إطلاق الأوراش التالية: إطلاق دراسة حول التقييم الأول للبرنامج توجد حاليا في طور الإنجاز، بحيث من المقرر أن يتم عرض نتائجها خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية
لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إحداث لجنة الافتحاص الداخلي تضم في عضويتها ممثلي المفتشيات العامة للقطاعات الوزارية للفلاحة التعليم الصحة والتجهيز بتنسيق مع المفتشية العامة لإدارة الترابية لوزارة الداخلية قصد القيام بمهمة الافتحاص الداخلي للبرنامج على المستوى المركزي و12 مهمة افتحاص داخلي على صعيد جهات المملكة للمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز برسم مخططات العمل لسنوات 2017-2018-2019 وتوجد هذه المهمة في مراحلها النهائية.